يعني النهارده امتحان اللغه الانجليزيه، عايزين نطمن منكم على الامتحان. الحمد لله الامتحان كان سهل، كان فيه اسئله مش محتاجه ان انت تتعامل معاها والكلام ده، وهو بس اصلا الانجليزي كماده او كاي لغه عموما محتاجه كلمات، يعني معاك كلمات مش هيغلب، مش هيكون يقف قدامه حاجه. طب الاسئله نفسها كان في حاجه فيها تريكات، فيها لفه ولا حاجه؟ مش قوي يعني، لا ما اظنش قوي. هو لا صراحه يعني كان امتحان، لا هو حلو، كان شامل، هو عجبني يعني. هتعيده؟ ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله اعيد ان شاء الله. يعني كان اعتقد ان هو الامتحان عيديه ليكم وفرحه، هسبب لكم فرحه وعيديه ليكم. بصراحه هو الامتحان يعني كان حلو بالنسبه لبقيه المواد لغايه دلوقتي، هو الانجليزي هو احسن حاجه عامه. الامتحان ممكن حتى لو حد فاهم اللغه نفسها من غير المنهج ان هو يقدر يحل ويقفل برضه، مفيش مشكله. يعني بعد بكره العيد ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، هتقضوا العيد ازاي؟ فيزياء بقى ومواعيد المواد اللي جايه. يعني في المذاكره وفي المراجعه وفي الدروس وكده؟ لا اكيد مش كله، اكيد حتى لو هناخد شويه ريست او بريك، بس لازم ناخد فتره الوقت اللي بعد العيد. امتحان الانجليزي النهارده مستواه اسهل من اي ماده فاتت. بصراحه الامتحان النهارده كان اسهل من اي ماده جت فاتت دلوقتي عامه. شكرا. تعرف فيك؟ تعرف فيك؟ بلال عادل محمود. امتحان اللغه الانجليزيه النهارده عامل ايه؟ كان كويس، كان سهل جدا. سهل جدا؟ كان كام سؤال وهل في اسئله لفه ولا كان بسيط؟ كان 40 سؤال، مفيش اسئله، كله مباشر. مباشر؟ كان اسهل امتحان مر علي. معقوله؟ خلصت الامتحان في قد ايه؟ ساعة. معقولة؟ بسم الله ما شاء الله، يعني ده حاجة عبقري يعني. لا هو كان سهل. أنت مدارس لغات ولا عربي؟ لا عربي. عربي عادي. لكن الامتحان بسيط. كان سهل جدا، مفيش أي تكال. مفيش أي تكال. توفيق. شكرا. ألو.